في برنامج الجدعان ريل استيت. اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم. المؤتمر ده جاي في وقت وظروف حساسة وخاصة جدا. البنك المركزي أصدر قرار سنة 2007 تقريبا عدم السماح للبنوك بتمويل وحدات تحت الإنشاء. كل البنوك المركزية اضطرت انها تزود اسعار الفايدة. طب في حاجة تمنع ان فايدة التمويل العقاري تبقى ثابتة؟ هو البنك بيخاف ان المطور والعميل الاثنين يحصل لهم ديفولت. برنامج اسمه البيم بقاله في العالم حوالي 15 سنة، زودوا عليه بعد كده الفاسيليتي مانجمنت اللي هي الصيانة والاستدامة كمان. احنا بالنسبة لشركة العاصمة الإدارية كان أهم حاجة عندنا إن احنا يبقى في تواصل بيننا وبين المطورين، لأن احنا هدفنا في الآخر هو التنمية وتطوير العاصمة. في لفتة جميلة من مؤسسة الأهرام النهاردة بتكرم بعض رموز المطورين العقاريين والقائمين على الصناعة. اللي ركزوا على الجزء السلبي في تصريحات المهندس سميح ساويرس نسيوا أو تناسوا أن التصريحات دي صدرت في لقاء صحفي متزامن مع تسليم شركة أوراسكوم لأولى الوحدات في مشروع أو ويست في غرب القاهرة. كل هذا وأكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت الأحد من كل أسبوع في 7 مساء على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.